أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في العناوين. جاء في موقع الحرة: الهجرة إلى ليتوانيا تتعقد، فيديو لعراقيين يحرقون ملابسهم على الحدود. نطالع في العرب الجديد: استهداف أبراج نقل الطاقة في العراق، تحذيرات من انهيار جديد للمنظومة الكهربائية. وجاء في القدس العربي: إجراءات حكومية جديدة في العراق للحد من تفشي كورونا. نقرأ في الشرق الأوسط: البنتاغون يؤكد مسؤولية طهران عن استهداف الناقلة ميرسر ستريت. ونتصفح في الخليج الإماراتية: جاء فيها واشنطن تدعو إلى وقف إخلاء حي الشيخ جراح في القدس. أما في البيان الإماراتي نقرأ: الحريري يتهم حزب الله بوضع لبنان في مرمى حروب الآخرين. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الجزيرة نت: طالبان تواصل تقدمها، وتحذير أممي من كارثة خطيرة تترصد أفغانستان. أهلا بكم. واقع السجون في العراق سيء ومرعب وأكثر من مأساوي، ولا يمكن إصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والإدارية والإجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص أو لعائلة في العراق. فكيف لهم إصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين؟ عبد الستار رمضان في موقع ميدل إيست أونلاين يتساءل ويقول إن الحل الأمثل لمشكلة السجون هو إصدار العفو الخاص عن السجناء والموقوفين. أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم و3 آلاف امرأة و2000 حدث، والسجون وأوضاعها سيئة إذا لم تكن مأساوية، وتتطلب خطة سريعة للإصلاح. والحل العاجل والحاسم في هذا الأمر هو في إصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الأمر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب. لذلك فإن العفو الخاص هو الحل الأسرع والأفضل في الظروف الحالية، وهذا ما تم الإعلان عنه في توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء خلال ترأسه يوم 18 من تموز الماضي اجتماعا ضم وزير العدل وعددا من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية. الاجتماع المذكور مضى عليه أكثر من أسبوعين من دون أي قرارات أو إجراءات على أرض الواقع، ولم يتبين بعد ما هي الإجراءات الإصلاحية لضمان عمل السجون ومطابقتها المعايير الدولية، رغم أن ملف السجون والتقصير والإهمال الذي يصل إلى حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي في إساءة المعاملة والتعذيب وسوء الأوضاع الصحية والمعيشية والغذائية والإجراءات المتعلقة بالزيارات وحالات الوفاة المسجلة المعلنة وغير المعلنة للمسجونين والمعتقلين. الكاتب يضيف أن أوضاع السجون هي مروعة ومأساوية إلى جانب اكتظاظ السجون وضعف بل انعدام الخدمات الأساسية الصحية وانتشار الأمراض المعدية كالجرب. وتقارير رسمية حكومية تتحدث عن وجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي إلى وفاة العشرات من المعتقلين. في مقالنا التالي جاء فيه: رغم مرور 18 عاما على غزو العراق واحتلاله، يبقى السؤال متجددا: من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق بعد هذه السنين العجاف؟ سؤال وجيه. أحمد صبري يرى في صحيفة الميثاق الوطني أن المسؤول الذي أوصل العراق إلى هذا الحد من التداعي والانحطاط والفشل والانهيار معروف لدى الجميع، إلا أن منتج هذا الاحتلال وبين هلالين العملية السياسية أضاف أحمالا جديدة على كاهل العراقيين. تداعيات السنوات العجاف وتراكم الخيبات والنكبات والكوارث على مدى تلك السنوات هي التي عجلت وفجرت ثورة تشرين التي هزت أركان النظام السياسي وحلفائه وكشفته على حقيقته منهارا وغير قادر على مواجهة المد الشعبي المتصاعد ومطالبه المشروعة التي صادرها النظام.
إن ما يجري في ميادين وساحات العراق هو بالأحوال كافة ثورة شعبية على الظلم والاستبداد والفشل، هو استفتاء على فقدان سلطة الأحزاب شرعيتها وما يعزز هذا الخيار جمهوره الذي أوصل رموزه إلى سدة الحكم. وإذا رصدنا حال العراق بعد 18 عاماً على احتلاله، نستطيع القول إن المغامرة التي تورطت بها إدارة بوش الابن كانت بالمقاييس كافة فاشلة وكارثية، أدخلت العراق والمنطقة والعالم في فوضى عارمة وعدم استقرار ما زالت تداعياتها متواصلة على أكثر من صعيد حتى الآن. إذن من هو الخاسر الأكبر في عملية غزو العراق واحتلاله؟ بالتأكيد هو العراق بكل ألوانه وطوائفه، لأن الاحتلال أنتج نظاما سياسيا هجينا ليس له علاقة بحاجات وتطلعات العراقيين، بوطن تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وخال من إرهاصات الثأر والانتقام والاحتراب الطائفي. وبحسب الكاتب فإن هذه الأسباب وغيرها هي التي فجرت ثورة تشرين كرد فعل على فشل المشروع الأمريكي ومنتجه النظام السياسي وخيباته وفشله في شتى الميادين. كانت إذانا بانبثاق مشهد جديد يعيشه العراق والعراقيون بعد أن عانى أبناؤه الظلم واستبداد الطبقة السياسية الفاسدة ونظامها السياسي الفاسد الذي أفقد الانتفاضة الشعبية شرعيتها رغم الدعم الإيراني لأذرعه في العراق. من الصعب تصور أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم تكن لديه خريطة توقعات لردود الفعل العراقية الداخلية لما يمكنه أن يحصل عليه من مكاسب في لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وكمحصلة لجولة الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي الرابعة التي جرت في واشنطن نهاية الشهر الماضي. محمد السعيد إدريس يقول في صحيفة الخليج الإماراتية إن تجربة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ستكون حاكمة للتفاعلات العراقية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. يبقى السؤال الأهم دون إجابة، هل لدى الكاظمي رؤية متكاملة لإنجاح مخرجات جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة؟ وإلى أي حد سيتمكن من تثبيت تلك المخرجات في جوانبها الثلاثة المهمة؟ وهي أولاً وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية آخر يوم من العام الجاري، وثانياً تغيير مهمة القوات الأمريكية التي ستبقى في العراق من المهمة القتالية إلى المهمة التدريبية دون تحديد حجم تلك القوات التي ستبقى بعد هذا التاريخ، وثالثاً إعادة ضبط العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة والعراق باتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكية مع العراق الموقع عام 2008 وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي الأمريكي العراقي. صعوبة الإجابة على هذا السؤال مرجعها إلى ثلاثة أمور، أولها وجود انقسام حاد في الإدراك السياسي العراقي للوجود الأمريكي في العراق، وثانيهما وجود قضايا ساخنة متفجرة في العراق من شأنها تهديد المستقبل السياسي لشخص مصطفى الكاظمي باعتباره الراعي الأهم لتلك المخرجات التي نتجت عن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، وثالثها سوء الحظ الذي واجه فرص الكاظمي في إنجاح تلك المخرجات بسبب التداعيات والدروس السلبية للانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما تلقي به من تلال من الشك والريبة في أي تعويل على مصداقية الوعود الأمريكية. يشير الكاتب إلى أن هذه الأجواء من الريبة والتشكك في جدية ومصداقية الوعود الأمريكية جاءت ضمن التداعيات السلبية للانسحاب الأمريكي من أفغانستان والحديث المرير في مدلولاته للرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الولايات المتحدة لم تذهب إلى أفغانستان لبناء أمة. لبنان وما أدراك ما يحدث في لبنان. فيما كان الشارع اللبناني ينتفض مطالبا بمحاسبة المسؤولين اللبنانيين في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أطلقت جهة ما ثلاثة صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي تطور قل نظيره منذ عدوان تموز 2006، صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن التوقيت الذي جرت فيه الحوادث الأخيرة بالتزامن مع حركة اللبنانيين الغاضبة ضد المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت
كان محسوبا بدوره. الواضح أن التوقيت الذي جرت فيه الحوادث الأخيرة بالتزامن مع حركة اللبنانيين الغاضبة ضد المسؤولين عن انفجار المرفأ كان محسوبا بدوره، فالمعلومات التي توالت منذ كارثة المرفأ حتى الآن تشير بأصابع الاتهام إلى الحزب والنظام السوري. وكانت آخر الوقائع في هذا الصدد اعتراف سائق لبناني بنقله شحنات من نترات الأمونيوم إلى الجنوب حيث يسيطر حزب الله. ومن شأن تبادل النيران بين الحزب وإسرائيل حرف الأنظار عن الاتهامات نحوه. بعض السياسيين اللبنانيين أشاروا إلى جانب آخر للاشتباك الجاري وربطوه بالصراع الإقليمي الجاري بين إيران وإسرائيل، فندد سعد الحريري بجعل الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج، وأن لبنان لا يجب أن يكون جزءاً من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي في بحر عمان، في إشارة للأزمة التي نتجت عن استهداف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية في الخليج العربي ومقتل 2 من طاقمها، ما أدى إلى تهديدات إسرائيلية وغربية بالرد على إيران. الاعتداءات الإسرائيلية على بلد عربي بغض النظر عن ملابسات السياسة الداخلية والخارجية مرفوضة، غير أن الجهة السياسية العليا المخولة بالرد الملائم على تلك الاعتداءات هي الدولة اللبنانية نفسها. الصحيفة ترى أن احتكار جهة سياسية معينة للرد على إسرائيل في بلد مؤسس عمليا على توازنات سياسية وطائفية دقيقة يمكن استعماله للإخلال بتلك التوازنات واستخدام لبنان لأغراض خارجية. نبقى في لبنان في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي دمر العاصمة ومزق قلوب اللبنانيين. بدت الدولة اللبنانية ومسؤولوها أشبه تماما بذلك الحطام البشع والوحشي الذي ينتصب في المرفأ. راجح الخوري يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن الذكرى السنوية للكارثة جاءت تحمل سقوط هذه الدولة 4 مرات على الأقل أخلاقيا وقانونيا ودستوريا وعلى الصعيد الشعبي الداخلي حيث يرفض اللبنانيون وجودها. السقوط الأول للدولة ومسؤوليها يتمثل عمليا في محاولات طمس التحقيق في الجريمة المروعة وعرقلة عمل المحققين ورفع الحصانات التي تمنع القضاء من التحقيق مع السياسيين، وهو ما ليس موجودا في أي دولة في مجاهل الدنيا. السقوط الثاني للدولة ومسؤوليها أنها عملت باحتقار وفقدت الاعتراف بأي من سياسيها عندما رفض رأي العام والهيئات اللبنانية التي نظمت سلسلة واسعة من الاحتفالات يوم الأربعاء الماضي في ذكرى الانفجار حضور أي من المسؤولين في الدولة، بما يعني ازدراء وسقوط شعبية الذين في موقع المسؤولية. السقوط الثالث للدولة جاء في المؤتمر الدولي الذي عقده ماكرون، وكان عون جالسا يتابع وقائع المؤتمر وكلمات المسؤولين فيه التي شكلت عمليا إسقاطا دوليا صريحا للدولة عندما أجمعت على أن المساعدات التي قدرت أصلا بقيمة 350 مليون دولار ستأتي عبر منظمات الأمم المتحدة وليس عبر الدولة المتهمة بالفساد والنهب والسرقة. السقوط الرابع كان مروعاً جداً عندما نشرت منظمة Human Rights Watch مساء الثلاثاء تقريراً اتهمت فيه السلطات اللبنانية بالإهمال جنائياً، ولأدها إشارة التقرير إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمناً بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ. يختتم الكاتب بالقول إن المسؤولين اللبنانيين فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس، ورغم هذا يرفع المسؤولون جدار الحصانات السياسية لعرقلة مسار التحقيق والتعمية على جريمة العصر. نعم، التعمية تماما كما تمت التعمية على عشرات من عمليات الاغتيال التي عرفها لبنان. تناولت صحيفة الغارديان البريطانية التطورات الأخيرة في أفغانستان بعد التقدم الكبير الذي أحرزته حركة طالبان، وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف العديد من الأفغان منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد بحلول سبتمبر أيلول المقبل تحققت، وزادت عليها مخاوف جديدة فسرعة وحجم تقدم طالبان المتصاعد أذهل المراقبين.
الصحيفة قالت إن احتمالات حكم طالبان للكامل تلوح في الأفق، ونقلت الصحيفة عن تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي تحذيره من مقتل وجرح أعداد قياسية من المدنيين منذ الأول من أيار الماضي، وأن الخسائر قد تتفاقم مع انتشار القتال من المناطق الريفية إلى البلدات والمدن. واعتبرت الصحيفة أن اعتقاد الولايات المتحدة أنها يمكن أن تغير أفغانستان كان دليلاً على الغطرسة، لكن انسحابها السريع هو فشل آخر له تكلفة بشرية هائلة. وأضافت أن عدم قدرتها على تقرير مستقبل البلاد لا يعفيها من كل المسؤولية. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن واشنطن تدعي أنها ليست مستعدة للانسحاب، مهزومة من محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، إلا أنه في الحقيقة يبدو أن المملكة المتحدة تبذل المزيد من الجهود في الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال ممارسات الضغط على باكستان. واعتبرت الجارديان أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك، وأكدت أن 30,000 أفغاني في الأقل يفرون من البلاد كل أسبوع، ويقابل الكثير منهم بعدائية، معتبرة أن القضية الأخلاقية الأكثر إلحاحاً الآن هي توفير ملاذ لأولئك المعرضين للخطر بسبب العمل مع الغرب. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف كبيرة من أن إعلان بايدن عن الانسحاب لم يترك سوى القليل من الوقت لمساعدتهم، وأن الولايات المتحدة ستترك الكثير منهم وراءها. بعيدا كل البعد عن السياسة، وفي خبرنا اليوم اكتشف عالم رياضيات أسترالي ما يمكن أن يكون أقدم مثال معروف للهندسة التطبيقية على لوح طيني بابلي عمره 3700 سنة، ويعرف اللوح باسم C427، وهو يحمل خطة ميدانية تقيس حدود بعض الأراضي. ويعود تأريخ هذه الأسطوانة اللوحي إلى الحقبة البابلية بين عامي 1900 و1600 قبل الميلاد، وقد اكتشف في أواخر القرن 19 في العراق، وكان قد وضع في متحف إسطنبول الأثري قبل أن يتعقبه الدكتور دانيال مانسفيلد من جامعة نيو ساوث ويلز. وكان الدكتور مانسفيلد برفقة الدكتور نورمان ويلد بيرجر الأستاذ المساعد في جامعة نيو ساوث ويلز، قد حدد لوحا بابليا آخر يحتوي على أقدم جدول مثلثي ودقيق في العالم. وفي ذلك الوقت تكهنوا بأن اللوح البابلي كان من المحتمل أن يكون ذا استعمال عملي، ربما في المسح أو البناء. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.